لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم حبيبنا اللي يحبونا ويحبوا الحسون القسنطيني الأصيل داخل البلاد وخارج البلاد، معكم أخوكم مراد وفي الإعادة إن شاء الله ديما كاينة إفادة. هادو اللي جا اللي قاعدين نشوفوا فيهم هذا هو الحسون القسنطيني الأصيل، أجمل سلالة أحسن سلالة، وديما ديما ديما نفتخر بالسلالة تاعي أنايا. الحمد لله رزقني ربي بسلالة، واش راح نقول لكم خاوتي كي تشوفوا الفيديو هذا قولوا الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، هكا باه يبارك ربي. انا وريت لكم فيديو من قبل وشفتوا فروخه، وزدت وريت لكم انا حطيت تصاور في الفيسبوك في لاباج، وهادو فروخه عندهم شهر. وهذا الفيديو راح نهديه، كاين واحد عزيز عليا بزاف تكون في المدية وناس المدية، هذا كادو ليك خويا، انت خويا ريبوح ما نساوش، خويا هشام شرجوف مينو يا البارفا خويا، احسن سلالة اجمل سلالة. تنساوش خاوتي كثروا لنا من الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، والعين الحق خاوتي. على هنا درتكم الفيديو هام ولوما الزوج هادو اللي قاعدين نشوفو فيهم عندهم 29 يوم، وهذاك هذاك لي ليغون انيق، وهادو البارفان خاوتي متغلطوشه، هادو اللي قاعدين نشوفو فيهم بارفان، وهذاك اللي كنتو تشوفو فيه وحدو هذاك انيق اي ليغون. حبيت برك ميساج لي زامي اللي يحبوا مراد داخل البلاد وخارج البلاد، كاينه واحد الظاهره ربي بقي السر، كاين صح التاجر بصح كاين الفاجر، كاين بعض من الناس قاعدين يتاجروا باسمي ويبيعوا في المقانن باسمي. ما نقولكمش انايا كاين عندي واحد الرقم هاتف تاع واحد ما نقدرش نحطو باه ما نحرشوش، هو اللي عيط لي قال لي خويا مراد دخلت المغازة واش لقيت فيها، اقسم لكم بالله غير يحلف بربي قال لي دخلت لقيت حط في عنده المقام بزاف وكاتب فيهم هذا هو الحسون القسنطيني الاصيل، هذا تاع السلاله تاع مراد ويبيع فيهم باسمي. واش راح نقول لكم انا ولهتكم قدام خطره وقلت لكم الناس هم قاعدين يبيعوا باسمي وقاعدين خيروني انايا وحبوا يخدعوكم ويقول لكم باللي راهو هذا المقنين تاع قسنطينه. انا درت فيديوهات من قبل، درت في 2009 درت في 2012 درت في 2015 وما زلت بربي ان شاء الله حتى نقضيو على الظاهره هادو. هادو ناس ما مش تجار، هادو يعتبروا فجار، ويقول لك شياطين الانس. واش راح نقول لكم هادو شياطين الانس، شياطين صح، يحبوا يمشيو باسمي انايا ويبيعوا باسمي انا، صعب ربي ان شاء الله ما تفلحوش. اني ولهتكم خاوتي كي تحبوا تشريوا مقانن ويقول لكم هادو امتاع مراد القسنطيني هاو رقم الهاتف وعيط لي. انا قلت لكم السيد هذا واش قال لي، قال لي مغازا حانوت يبيع فيهم حط تيكاتا وكتب هذا هو الحسون القسنطيني الاصيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس هادو اللي قاعدين يمشيو باسمي ويبيعوا باسمي اش راح نقول لكم، نوكل عليكم ربي وكاين ربي بيناتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني باه تحكم انت تحب دير اسمك، اللي يحب يبيع الدواء لازمو يحب يشهر روحو ويدير بيبليسيتي روحو لازم يذكر اسم مراد، اللي يحب يبيع الدواء لازم يذكر اسم مراد باه يتباع له الدواء. واش راح نقولكم قبل ما نختمو خاوتي، نقول لكم ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم، هي كاينه عصابه ولقاو الفرصه وحبوا باه يبانوا لازم يبيعوا السلعة تاعهم بسمية انايا. هاهم وينو ما في زوج البارفا اللي كنت سمعت لكم فيهم، ها ومن هين هذا اللي قاعد نشوف فيه هذا لي ليغو، هذا هو الانيق. هكذا خاوتي ما نوصيكمش، ردوا بالكم ردوا بالكم، راهم كاينين شياطين الانس، راهم
يخدموا كثر على شياطين الجن. المهم انني ولهتكم كي تحبوا تشريو يقولوا لكم هادو تاع مراد، ها خويا رقم الهاتف، حيط لي نقول لك لابس الكام تاعي اشري، ولابس كمام الشاعي امام الشاعي، وانا نقول لكم انا متيقن من الشاعي هادو. ما نهضر لكم شاعي، نهضر لكم عن الناس اللي مدارين الحوانت ويبيعوا بالجملة. هادو اللي هضر لي عليهم السيد اللي قال لك او حط ما نذكرش وين بلاصه، كاينين بزاف اللي عيطوا لي قالوا لي كاينين في الغرب، كاينين في العاصمه، كاينين تسمى لي 48 ولايه، اكثريه قاعدين يبيعوا في المقانن مسميانيه. بربي ان شاء الله الظاهره هذه نوقفوها، وانتم ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم يكون الحكم. ما نزيدش نعاود، واش راح نقول لكم. المهم رساله وصلت، خاوتي دعيو لنا معكم، بارطاجيو لا فيديو هذا، كي تبارطاجيوه حطوه في لي باج المضاف هكذا. دعيو لنا معكم، كثروا من الله يبارك ما شاء الله، مازال جديد بربي ان شاء الله في الاعاده ديما كاينه افاده. خليكم مع لا فيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.